الآن جن يوسف، فقد يوسف عقله وبقي هناك في طريق الإيكور يلاحق المار. فمتى ما شاهد أربعة أصدقاء يتجهون إلى مقبرة يوسف يحذرهم من الاقتراب إلى هناك، سقط يوسف في فخ عبادة أفكاره. وإنما الأفكار تصنع الشخص، فما الأفكار إلا قالب تشكل صاحبه. ما كان حلمه إلا الحياة، لكنه صنع من نفسه صنما مما جعله يجري إلى حلمه، يدور حول نفسه كدائرة لا منتهية من صنعه لمن خلقوه. فهل يجوز لصنم عبادة صانعه؟ يعني ما نصب زوجها، فهل يجوز لصنم عبادة صانعه؟